نواصل هذه الفترة الإخبارية مشاهدينا، ونصل الآن إلى فقرة ضيف، حيث سنناقش خلالها مدينة الابتكار سوس ماسا التي أشرف الملك محمد السادس الخميس الماضي على تدشينها بأجدير. مدينة الابتكار سوس ماسا تعد تجسيدا للتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، كما تعد رافعة حقيقية لتطوير البحث العلمي ودعم مبادرات الباحثين الشباب. للمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف مباشرة في الاستوديو الخبير في الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور سعيد كبريت. سي سعيد، مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا حسام. إذا سي سعيد، يعني الملك محمد السادس يشرف مؤخرا كما ذكرنا على تدشين مدينة الابتكار سوس ماسا. بداية، ما هي أهمية هذا المشروع الرائد في ما يتعلق بالانفتاح على آفاق مغايرة من العلوم الجديدة؟ اسمح لي حسام، بداية قبل ما نتحدث على ريادة وفرادة وتميز هذا المشروع العلمي الأكاديمي الجامعي في منطقة سوس، نعم، المقرونة دائما مدينة أكادير مدينة المبيعات، يعني مبيعات أفكار طموحة حبلة بالرؤى بالمستقبل، بالانغمار والانخراط في المستقبل ديال الأجيال الجديدة. اسمح لي نقول لك، ملي كنقول له مدينة الابتكار، العنوان البارز هنا هي مدينة ضد كل المسالك المنهجيات التقليدية النمطية الكلاسيكية، بمعنى الابتكار هو الخلق، هو الإبداع في مجال البرامج والمضامين وجوهر خطط التدريس. لذلك نجد أن هذه المدينة التي تقع داخل الحرم الجامعي لبن زهر هي بمثابة مرافق للبحث، للتحليل، للتجريب في قضايا ومواضيع راهنة وآنية تخص المواطن اليوم، وخاصة في مجال تأهيل الجيل الشاب في سوق العمل وفي سوق الشغل. يعني دكتور سعيد، مدينة الابتكار اسم على مسمى، يعني عنوان أكيد للاستثمار، نعم، في الإنسان قبل كل شيء، والإيمان الصريح أيضا بقدرات ومهارات جيل من الباحثين في مجال التكنولوجيات الحديثة. ما رأيكم يعني في هذا المحور بالذات؟ إلى جانب مدينة الابتكار نستحضر جامعة التميز بمدينة منقرير التي أشرف صاحب الجلالة على تدشينها سنة 2017، وهي جامعة محمد السادس للمتخصصة التقنيات، وهي الجامعة الوحيدة في إفريقيا التي نالت علامة الريادة والتميز في مجال التخصصات وفي مجال تدبيرها وتمويلها كذلك. لأن حينما نتحدث عن نجاح المشروع الأكاديمي الجامعي، نحن نتحدث أولا عن ما هو بيداغوجي، برامج تعليمية، نتحدث عن طريقة التأطير، نتحدث عن طريقة التكوين، ونتحدث عن طريقة التمويل. لذلك فجامعة بن قرير مثلا الرائدة ستكون هي خير سند لجامعة الابتكار أو مدينة الابتكار لجامعة بن زهر بمدينة أكادير. وجامعة التميز تقع في مدينة خضراء، وهي مدينة تستمد كل مقومات الجامعة الدولية العالمية بمنصات رقمية للحديث، للنقاش، لتطارح أكبر القضايا الراهنة. وبالنسبة لمدينة أكادير، إلى جانب مدينة الابتكار، أعطى صاحب الجلالة انطلاقة مشروع ضخم يهم أساسا المهارات والقدرات والكفاءات المهنية للطاقات الشابة، وهي مدينة المهن والكفاءات في منظومة عامة تهتم بالتكوين المهني والتأهيل المهني، وهي واحدة من مضامين منطوق خطب صاحب الجلالة، أي الاعتماد على التكوين المهني الذي ييسر ويسخر للباحث عن فرصة الشغل للولوج بسرعة. والمغرب اليوم، المغرب أصبح ليس فقط وليس فحسب على مستوى البنيات التحتية، نحن نتحدث عن مغرب الميناء المتوسطي،
نعم. نتحدث عن مغرب TGV القطار السريع، نتحدث عن مغرب مشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات، نتحدث عن صحيح. مشروع مثلا ثقافي فني كبير بتصميم الراحلة المهندسة هدى حداد، مسرح ضخم بمدينة الأنوار مدينة الرباط، نتحدث عن برج النور بمدينة الرباط. إذن المغرب صحيح. يخطو نحو الابتكارات ونحو النماذج والأجيال الجديدة من الابتكارات، ومدينة الابتكار واحدة من هذه التراجم، وكلها نقاط مضيئة في عالم الابتكار في المغرب. تكلمتم قبل قليل عن جامعة بن قرير. نعم. دكتور سعيد، يعني الجامعة المغربية اليوم يعني أصبحت ملزمة بابتكار وإبداع وحدات تدريس قادرة على تيسير الولوج إلى سوق الشغل وملائمة التخصصات في الاحتياجات القطاعية. كيف يمكن تجسيد ذلك على أرض الواقع دكتور سعيد؟ حسام، اليوم المغرب يحتوي أو له من أسماء الجامعات ما يتجاوز 14-15 جامعة. نعم. عامة، من بداية من القرويين، وهي للعلم والإفادة، هي الجامعة الوحيدة في العالم أو الرائدة في العالم اللي ما زال كتمنح الشهادة الجامعية، لأن من سنة 859 هجرية وهي تمنح شهادة الإجازة للوافدين عليها، وهي مسجلة في كتاب جينيس. نعم، من أقدم. في حين نتحدث عن الجامعات التقليدية، من جامعة محمد الخامس 57 إلى آخر جامعة، يعني 15-14 جامعة، مع مخطط ميثاق وطني للتربية والتكوين في عهد الراحل مزيان بالفقيه سنة 1999، بعدها والمخطط الاستعجالي في 2008 إلى 2012. اليوم نتحدث عن مخطط استراتيجي من 2015-2030. المغرب فعلا يبحث عن مسالك جديدة للرقي بالتعليم ومنظومة التربية والتعليم والتكوين من أجل الاستجابة لانتظارات ليس فقط حامل الشهادة، ولكن انتظارات المستثمرين، المقاولين، الشركات. نعم. اليوم يبحثون عن مهارات يدوية وعن طاقات خاصة في مختلف الاختصاصات بطبيعة الحال. نعم. لذلك فلا يمكن أن نتحدث مثلا عن مشاريع ضخمة وعن استثمارات ضخمة في مجالات أو قطاعات للصناعة العملاقة في المناطق الحرة المغربية، خير دليل مدينة طنجة. نعم. وليس لنا القدرات أو الكفاءات المهنية لولوج سوق الشغل، لأن الشهادة في الماستر أو الدكتوراه فقط في مجال التخمين لا تخول لنا الإمكانات، ولا تخول لنا التدبير، ولا تخول لنا التسيير. بالعودة دكتور سعيد لمدينة الابتكار سوس ماسا، التي تعد تكريسا لمفهوم الأقطاب في مغرب اليوم بالمعنى الجغرافي والتاريخي والحضاري، تعقيبكم كذلك على هذه النقطة؟ يمكن نقول حتى هو تنزيل حقيقي لمفهوم الجهوية الموسعة أو الشاملة. نعم. لأن صاحب الجلالة اختار لكل منطقة ملمح يلائم الإرث الحضاري والتاريخي لهذه الجغرافيات المتنوعة، ويميز هذه المنطقة كذلك بطبيعة الحال. لذلك فالمقاولة الناشئة، المقاولة المتوسطة، المقاولة المبتكرة الآن في هذا الساحل الأطلنطي في وسط المغرب في أكادير سيمكن لا محالة من إضافة الكثير من المؤهلات لمدينة أكادير السياحية. ولذلك فهي هذه المدينة هي حاضنة أولا لمقاولات ناشئة، لتجارب جديدة من الشباب الطموح الذي له مؤهلات علمية. ولا ننسى أن جامعة بن زهر حسام هي جامعة الأولى من حيث عدد استقبال الطلبة في المغرب، أكثر من 130 ألف طالب في جامعة بن زهر. لماذا؟ لأنها هي التي تحوز على أكبر مساحة جغرافية في المغرب، 52% من مساحة المغرب. بمعنى جامعة بن زهر هي المدبرة للجامعات أو الكلية المتعددة التخصصات في العيون، في الساقية الحمراء،
في قلميم، في تلودانت وفي غيرها من المدن. ولذلك فهذه الإضافة التي كانت بمثابة رسالة ملكية واضحة جلية، مدينة الابتكار وتدشين مدينة المهن والكفاءات هي استراتيجية المغرب الجديد بجيل جديد من المشاريع. وهذا شيء يثلج الصدر. طبعا الخبير في الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور سعيد كوبريت، شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لحضورك معنا. ألف شكر حسن.